بتاع الراجل ده مين الراجل البرنس في نفسه ده؟ انت مش متخيله، انا بجد زي ما بقول لك، قاع فوق وقاع تحت، وهو طالع نازل زي الاسانسير، طالع نازل طالع نازل. طب بصي. لا لا لا، ده انا كاني بتفرج على فيلم كوميدي. ايه ده يا بنتي، ده شهريار نفسه متجوز اتنين في يوم واحد. طب ومين بقى الدونجوان ده؟ ده اسمه ايه؟ اسمه حمزه الجبالي. وانتي كمان جبتي اسمه؟ عيب عليكي، ده انا هجيب تاريخه من ساعه ما اتولد. انت هتقولي لي وناويه على ايه بقى يا مس فريده؟ مش هقولك. ربنا يستر. عامل يا خالي مبسوط في الجو ده؟ يا اخي ده انا لو اشارج في نضر رمسيس مش هيحصل اللي بيحصل لي ده. يا خالي يا حبيبي، سبق وقلت لك اللي بتعمله ده عمل قومي. يعني لو حصل مثلا ان حصل ايه؟ اتصرف يا خالي، بقول لك اتصرف. انت ازاي تخرجي بالشكل ده؟ اتفضلي بره بره، اتفضلي بره. لا حول ولا قوه الا بالله. شفت اللي حصل؟ مين دي بقى؟ ان شاء الله. مين دي؟ دي يا دهب، يا دهب اسمعيني يا دهب. يا بنت اسمعيني. مش هسمع. شوف برضو كلام الستات وهبل الستات. انت فاهمه ايه؟ انت فاهماني غلط. من دي بقى ان شاء الله؟ دي تبقى عشيقه خالد المنهور. يا انتي عشيقته؟ اصلها عامله له عمل سفلي عشان ما يقدرش يبعد عنها خالص، لدرجه ان هي خليته يحجز لها اوضه هنا في الاوتيل عشان تفضل جنبه. طب ليه ما وديتوش للشيخ ولا حاجه؟ ما انا وديته طيبه وانا لسه هستناكي، وديته للشيخ ابو شقره المغربي، بس للاسف طلع بتاع قلب حبيب ما يعرفش يصرفه يعني. حبيبي يا خالي. طب ليه كنت خارج له بقى؟ اصل هما كانوا متخانقين وكنت طالع صالحهم. اصلها عامله له عمل علوي عشان لو اتخانقوا مع بعض يشوف الناس كلها صراصير. طب وده خطر؟ خطر؟ ده يا عيني بيجري زي اللهبل ورا الناس في الشارع بالشبشب لغايه لما يتصالحوا على بعض. حول الله يا رب. شفتي بقى ان انت كنت ظلماني. انا اسفه يا حمزه، روح له. يا رب قدرنا على فعلك. ربنا يبعد عنك شباشب خلك يا رب. حمزة، عيون حمزة، قلبي يا رب. إيه اللي أنا قلته ده؟ بحب قمر، أنا بحب قمر. أستاذ ده منهور، فهمني شو اللي عم بيصير. أستاذ إيه؟ ده منهور، شو اسمك؟ هو ده منهور، بس أول مرة أسمعه بالحلاوة دي يعني. وبعدين أنا ما أقدرش أتكلم غير في وجود المحامي الخاص بتاعي، أقصد في وجود حمزة يعني. أنا آسف يا حبيبتي والله، آسف حقك عليا. كل ده حمزة. إيه؟ ما أنا كنت بحل المشكلة اللي أنت وقعتني فيها يا خالي. اتفضل بقى لو سمحت سيبني أنا وعروستي لوحدنا. اتفضل لو سمحت عروستي لوحدنا، اتفضل. كل دي عروسته، النهار أسود. خال مراهق صحيح. حبيبتي، حقك عليا. الست اللي انت شفتيها بره دي تبقى الست دي تبقى مراتك. ايه؟ ما ينفعش يكلمني كده. انا والله خفت منه. معقوله خفتي منه؟ حبيبتي حقك عليا. وبعدين انت برضو يا لميتا ما كانش صح يعني تفتحي الباب كده. خلاص المره اللي جايه حلمي شعري والله. ماشي. طب بقول لك ايه بقى، كان في موضوع كده كنا بنتكلم فيه عايزين نخلصه دلوقتي. ده كان دلوقتي مفيش. لا مفيش ازاي، ده فيه وفيه يا حبيبي، اموت في اللبناني. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. حمزه الجبالي اوضه كام؟ انت كمان؟ انا كمان. ايه هو حمزه ده ملوش حد اكثر؟ انا مراته يا بني ادم، اديني رقم اوضته دلوقتي حالا بسرعه. وحضرتك 2016 2017، بس ده الانسب ليكي. ايه ده؟ 2015. طب مش هوصيك على العشاء؟ هو حمزه بيه شبعان جدا. العشاء يجي على الاوضه دلوقتي حالا، مفهوم؟ مفهوم يا فندم.
يا ابن الجنيه يا حمزه. استنى عندك. نعم. حمزه فين؟ حمزه فين؟ حمزه فين؟ مش عايزه اضربك. يعني انت يا بنتي ممكن تمدي ايدك على واحد قد ابوكي؟ حمزة في الأوضة دي بقاله ساعة ونص. ساعة ونص آخر ساعة ونص في حياته إن شاء الله. طبعا وسع. تفضلي نستناه. بس احنا كده ممكن نستنى كتير قوي. شو حلو حبيبي شو حلو ده القمر، شوفوا ما أجمله. يا سلام يا خالي، يا سلام يا خالي على اللبناني. حدث ولا حرج، انت مالك في ايه؟ بقول لك اللبناني هتقعد تعمل لي كده حاجه تانية. حاجه ما شفناهاش قبل كده. مقرر ايه؟ جمال ايه؟ ودلع ايه؟ يا خرابي. وفوق غصنك يا لامونة لا ابتدي الدمع. ما تقول مالك يا خالي في ايه؟ العيونة روحي هيمنة لحبيبي ويلو. ايه ده؟ ازيك يا ابو الاحموزي؟ ما قلت لك يا خالي بلاش الكلامات يا خالي. هتمد ايدك على انت كمان. ودي ودي بس اعمل ايه؟ ما ينفعش. قدامي. على فين؟ قدامي. حاضر. يلا. استنى هنا. انت خدت اوضه ولا ايه؟ مش عايزه كلام كتير. ادخل. يلا. ساعة ونص يا كافر. ده منهور. نعم. وينه حمزة؟ حمزة كان هنا ومشي. راح. وين راح؟ راح. 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 ميرسي. حمزة كان هنا ومشي راح. ودي مالها دي ان شاء الله. يعني حمزة هيعوق؟ راح يعني راح وراجع يعني راح. ايه اللي عملتيه في خالي ده يا شهيره؟ مش هتبطلي العنف اللي انت فيه؟ دلوقتي مش عاجبك العنف؟ مش ده اللي كان محببك فيا ومخليك لازق لي في النادي ليل ونهار بس عشان اعبرك؟ ايوه كنت مفكرك بتلعبي لعبه رقيقه، سلم والتعبان، بنك الحظ، حاجه خفيفه كده، باليه على اسوأ الفروض، انما كيك بوكسنج ايه؟ طب افتح الباب يا بتاع بنك الحظ. انا هفتح الباب عشان انا عايز افتح الباب، مش عشان انت قلت لي افتح الباب. طبعا. اخلص. انت قلت لي ابوكي كان عايز يسميكي شبان. دي باين دي اختك الكبيره ان شاء الله. عسل. خفه ومصحف هديكي دومه في رقلك دماغك. يلا.